يلا يا اصحابي عشان نروح نلعب هناك عند اردون. يلا بسرعة بقى، انا متحمس اوي للعب النهاردة. يلا يلا يا فلافيلو، يلا يلا بسرعة. انا يا اصحابي هاجي العب معاكو. يلا يا زرفة تعالي معانا، يلا بسرعة. هيه ايه ده ايه ده، اه يا نهار ابيض، ايه اللي حصل لنا ده؟ ايه المكان الغريب ده؟ احنا جينا هنا ازاي؟ انا خايف اوي، انا خايف اوي. استنى بس يا سيمبا، هو ايه المكان الغريب اللي احنا جينا فيه ده؟ انا عايز ماما. يا ماما انت فين يا ماما؟ انا عايز ماما، ماليش دعوة، انا خايفة اوي اوي من المكان الغريب ده. طب يلا يلا يا اصحابي، شكلنا مش هنعرف نخرج من المكان ده. تعالوا تعالوا نروح ناحية النفق اللي هناك ده، يمكن يودينا عند اي مكان. ايه ده ايه ده، مين ده؟ الابطال الخارقين؟ انتوا ايه اللي جابكوا هنا يا ابطال يا خارقين؟ ايه ده سيمبا، ازاي يا سيمبا تيجي هنا؟ ايه اللي جابك في المكان النفق الغريب ده؟ ايه يا ابني اللي جابك هنا؟ ايوه احنا وقعنا في قلب الحفرة وجينا هنا على طول، انا مش عارف احنا نخرج من هنا ازاي. لا يا حبيبي، ما انت مش هتعرف تخرج. ازاي بس، احنا عايزين نروح عند ماما. ايوه انا ماما وحشتني قوي، انا عايزه اروح عند ماما، ماليش دعوه، عايزه اروح عند ماما. طيب يا حبايبي، عشان انتوا تعدوا وتروحوا عند الغابة تاني لازم يبقى قدامكم 3 تحديات تقدروا عليهم، وكمان تكسبوا ال3 تحديات دولت. لا انا مش هقدر على التحديات دي، انا عايزة اروح وخلاص، انا عايزة اروح. استنوا بس يا زرافة، استنى يا فلافيلو، طب ايه هو التحديات ده؟ موافقين يعني على التحديات؟ ايوه موافقين. طب يلا امشوا على طول، هتلاقي التحدي في وشكم. طيب ماشي. ايه ده يا اصحابي، الحقوا، ايه اللي هناك ده؟ ده نمر جاي علينا. تعالولي الصيدة السمينة بتاعتي، لازم ناكلكوا كلكوا. يا سلام يا سلام، يا نهار ابيض، اجروا يا اصحابي، اجروا بسرعة قبل ما النمر ده ما ياكلنا، اجروا بسرعة. لا مش هينفع كده، لازم نفكر في حاجة. طب بصي يا سيمبا، انت جسمك خفيف، اطلع فوق الجبل ده واحدف عليه صخرة كبيرة، خليه يموت بقى ونخلص منه. ماشي يا فلافيلو، خليك انت وزروفة هنا وانا هطلع بسرعة فوق الجبل. انتوا رحتوا فين؟ مش هتروحوا مني في حتة. يا سلام انتوا هناك اهم. طيب ماشي انا جايلكم. يا نهار ابيض، ابعد عننا يا نمر، انت يا مفترس، ابعد عننا. يلا يا سيمبا بسرعة، يلا يا سيمبا. طيب خد بقى يا دي يا نمر يا مفترس، يلا عشان تحرم تعمل كده تاني. كده اخص عليك يا سيمبا، انت موتتني، حرام عليك كده كل الصخرة دي. يلا يا اصحابي نروح تاني للابطال الخارقين، احنا كسبنا خلاص التحدي، كسبنا التحدي خلاص الحمد لله. برافو عليكم يا حبايبي، يلا التحدي التاني. لا بقى كفاية تحديات كده، انا بخاف من التحديات. ما تخافيش يا زرافة، انا معاكي، سيمبا معاكي، وهنقدر ان شاء الله على كل التحديات عشان نروح بالسلامة. طيب يا سيمبا ماشي. التحدي الجديد يا حبايبي اللي انتوا تسبقوا جودزيلا، يلا ها هتعرفوا ولا ايه؟ يا نهار ابيض، جودزيلا ده ممكن ياكلنا، يا نهار ابيض. يلا بس يلا يا زروفة، يلا كلنا هنتعاون وان شاء الله هنكسب كلنا باذن الله. يلا يا حبايبي امشوا على طول، هتلاقي التحدي في وشكم. ايه ده يا نهار ابيض، ده جودزيلا فعلا، اجروا بسرعه يا حبايبي، اجروا يا اصحابي، اجروا بسرعه قبل ما يمسكنا. يا سيمبا انا مش بتاع جري يا سيمبا، ده انا ما اقدرش، انت مش شايف وزني كبير قد ايه ولا ايه؟ انتوا صغننين، انما انا تخين جدا يا سيمبا. معلش يا فلافيلو، يلا يا فلافيلو اجري بسرعة قبل ما يمسكنا، بسرعة يا فلافيلو. حاضر يا سيمبا، اديني بجري اهو. الحمد لله ادينا هربنا منه وكمان كسبناه في السباق، يلا نروح للابطال الخارقين، ادينا اهو كسبنا في السباق. ها طب يا حبايبي برافو عليكم، دلوقتي ليكم اخر تحدي، التحدي الوحيد اللي فاضل، يلا هتخش جوه البوابات السحرية، وريني بقى شطارتكم، اهم حاجة تختاروا البوابة الصحيحة. ايوه حاضر، هنختارها ان شاء الله. اتعاونوا مع بعض يا حبايبي، اهم حاجة التعاون، وفكروا كويس. ايه ده بصوا، ده في فعلا بوابات سحرية،
يا ترى هنختار اني واحده؟ هتختاري اني واحده يا زرافه؟ بصي بصي يا سيمبا، انا هختار اللي في النص لان هي فيها مفتاح. فيها مفتاح يا سيمبا؟ طيب طيب ماشي، ناخد بقى راي فلافيلو. انت بقى ايه رايك يا فلافيلو؟ بص بص يا سيمبا، انا هختار اول واحده، ده فيها طبق اكل كبير قوي، وانا الصراحه شويه الجري اللي انا جريتهم دول جوعوني قوي. انا عايز اكل اي حاجه يا سيمبا، انا مش قادر خالص، عايز اروح بيتنا يا سيمبا واكل من اكل ماما الجميل. بص يا فلافيلو، لا انا بيتهيألي اللي ظروفه صح فعلا، لازم نختار البوابه اللي في النص عشان هي اللي فيها المفتاح. بص يا فلافيلو معلش، احنا هناخد برأي الأغلبية، هنروح كلنا البوابة اللي في النص، موافق يا فلافيلو؟ ماشي ماشي، انا هسمع كلامكو، ادام انتوا كده شايفين صح، انا فعلا بحب الاكل، بس ادام فيها مصلحتنا يبقى كلنا نختار البوابة اللي في النص. برافو عليك يا فلافيلو، يلا يلا بينا. يا سلام، فعلا طلعت البوابة اللي صح. ايه رايكم بقى يا ابطال يا خارقين؟ احنا كده خلاص كسبنا خلاص التحدي، قولولنا بقى نعمل ايه. برافو عليكم يا حبايبي، لا انتوا كده خلاص مش محتاجين تعملوا اي حاجه خالص، انتوا كده فعلا كسبتوا التحدي. إيه انتوا بس دلوقتي هتخرجوا الاول من عن المتاهه، وبعد المتاهه اللي هتقابلكوا دي هتروحوا على طول عند الغابه. يا سلام، اخيرا اخيرا هنروح، الحمد لله اخيرا هنروح. ايوه ايوه يلا يا حبايبي يلا، ما تضيعوش وقت. اول حاجه خلي بالكم من المتاهه، لفوا في المتاهه وبعد كده هتلاقوا نفسكم في قلب الغابه بتاعتكم. يا سلام، تمام تمام ما تخافش، ده احنا شطار جدا في لعبه الالغاز. يلا يا اصحابي يلا، هنمشي الناحيه دي وبعد كده الناحيه دي، وكمان هنمشي نلف الناحيه التانيه. يا سلام، ادينا وصلنا اهو. ياه، اخيرا وصلنا الغابه بتاعتنا. الحمد لله يا سيمبا، يا ده انا كنت خايف مروحش تاني عند ماما، يا انا وحشني اكل ماما قوي يا سيمبا. ايه يا فلافيلو، من ساعة الصبح اكل ماما اكل ماما، للدرجة دي انت جعان؟ ايوه ايوه يا سيمبا، وما جعش ليه، ده انا من الصبح عمالين جري ومقالب، وقعنا في الحفرة والجودزيلا جري ورانا والابواب السحرية وكمان المتاهة، مش عايزني اجوع بعد كل ده يا سيمبا، ده انا بص خسيت ازاي. ايوه ايوه يا فلافيلو، فعلا باين عليك اللي انت خسيت قوي. طب يلا بقى يا اصحابي، يلا كل واحد يروح على بيته، زمان مامتنا قلقانه علينا جدا. يلا بكره ان شاء الله نبقى نتقابل تاني ونلعب مع بعض. تمام تمام يلا بقى، انا مع السلامه، اول واحد فيكم هيمشي. مع السلامه مع السلامه يا زرافه، انا كمان همشي. واصحابنا بقى لو عجبهم الفيديو يدوسوا اللايك اللي صباعه لفوق، وكمان ما ينسوش يشتركوا في القناه. مع السلامه.